الأهلي في كل مكان. طبعا هي أقوى انتخابات في تاريخ النادي الأهلي، منافسة قوية جدا ما بين المهندس محمود طاهر وكابتن محمود الخطيب. أعداد كبيرة جدا من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي حضروا النهاردة، يمكن حتى الآن ناقص تقريبا نص ساعة على انتهاء التصويت في هذه الجمعية العمومية وانتخابات النادي الأهلي. يمكن العدد ممكن يكون من 35 ل 40 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي أدلوا بأصواتهم النهاردة. خلال نص ساعة أيضا العدد ممكن يزيد عن كده، خصوصا أن في عدد كبير متواجد لسه داخل الخيمة الانتخابية، وفي عدد أيضا بيدخل في هذه اللحظات الخيمة الانتخابية. أكيد ده شيء مهم وشيء إيجابي، هو أهمية أن كل أعضاء النادي الأهلي أو أكبر عدد من أعضاء النادي الأهلي أن هم يشتركوا في هذه الانتخابات لتحديد مستقبل النادي الأهلي، وده يمكن أهم شيء بالنسبة للنادي الأهلي. خليني أقول لك يا كابتن فاروق ان الفائز الاكبر هم اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي، خصوصا ان متنافسين سواء قائمه المهندس محمود طاهر قائمه الكابتن محمود الخطيب، اسمين كبار جدا كلهم ادوا وعود كبيره جدا لاعضاء الجمعيه العموميه. فالفائز الاكبر هم اعضاء النادي الاهلي، ومش اعضاء النادي الاهلي بس، لا ايضا كل جمهور النادي الاهلي بعد هذه الانتخابات ايا كان مين اللي هينجح. طبعا يمكن الاسهم شويه رايحه في اتجاه معين، لكن في كل الاحوال اللي هيكسب اكيد ان شاء الله هيكون اضافه قويه جدا جدا للنادي الاهلي خلال الفترات المقبله. خليني اقول لك يا كابتن فاروق ايضا معايا احد اعضاء الجمعيه العموميه اكيد اللي شاركوا في انتخابات النادي الاهلي النهارده. من غير ما تقول لي انتخبت مين، قول لي انطباعاتك النهارده عن الجمعيه العموميه وانتخابات النادي الاهلي. لا والله اللي ما شاء الله يعني الاعداد كبيره اول مره دي مقارنه بالمرات اللي فاتت، فالحمد لله يعني ان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله. كان في سهوله في الدخول ولا لا؟ هي بس المشكله في المدخل بس اللي كان رخم شويه، انما داخل الخيمه الاوضاع كويسه. عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي كانوا متواجدين النهارده، شايف ان ده شيء جديد؟ عدد مهول اول مره يحصل في تاريخ النادي الاهلي بصراحه الاعداد دي كلها ما شاء الله. يعني حضرتك حابه تقول ايه النهارده؟ انا حابه ان اقول ان انا مبسوطه جدا ان انا اشارك لاول مره في انتخابات النادي الاهلي، انا عضوه جديده السنه دي، فانا سعيده جدا بالتجربه دي بصراحه. ايضا لسه متواصلين معاك يا كابتن فاروق، وزي ما بقول لك اعداد كبيره جدا، يمكن كان في مشكله نسبيه شويه في دخول اعضاء النادي الاهلي للخيمه الانتخابيه، يمكن المساحه ضيقه شويه، دي احد السلبيات الموجوده النهارده، لكن كله يهون عشان خاطر النادي الاهلي، فبالتالي كل اعضاء النادي الاهلي او عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي طبعا كان حريص على التواجد النهارده. رايك النهارده في العمليه الانتخابيه في انتخابات النادي الاهلي؟ والله بص الاهلي عودني دايما، انا من زمان بحضر انتخابات، القائمتين في منتهى الاحترام مع بعض، ما حدش خرج عن الادب، وكلها فعلا هي دي القيم والمبادئ. انا ببقى سعيد ان انا منتمي للاهلي وباجي من اخر الدنيا من التجمع عشان خاطر ادي صوتي للاهلي، وانا واثق ان الساعه 10 بالليل طاهر والخطيب هيبقوا مع بعض تاني بسلف النظر مين اللي كسبان ومين. انا 10 بالليل لسه بدري. لا لا هو طبعا اللجان هتقفل الساعه 7، لكن هتاخد وقت اكتر في الفرز، وانا بتهيألي 10 هتبان المؤشرات. المهم هم اصحاب اكيد من 7 يعني. شايف ايه في الانتخابات النادي الاهلي النهارده والحضور الكبير من اعضاء النادي الاهلي؟ شايف الاحترام المتبادل ما بين القائمتين حاجه على اعلى مستوى، في روح في النادي الاهلي، في اقبال، وان شاء الله هنعدي كمان نادي الزمالك في الاقبال، والاحسن والافضل اللي موجود حاليا الصوره اللي حضرتك شايفها دي حاجه مبهره وحاجه مشرفه، ودايما النادي الاهلي كبير باعضائه وبالجمعيه العموميه، والتوفيق للجميع ان شاء الله، يعني نتمنى ان شاء الله. رؤيتك للانتخابات النهارده وعدد كبير من الحضور النهارده عشان ينتخبوا رئيس جديد او قائمه جديده او مجلس اداره جديد للنادي الاهلي؟ يكفي ان اقول لك حاجه واقول للجماهير حاجه، ييجوا يشوفوا بالظبط الوضع في النادي الاهلي ايه. قائمتين من اعظم الناس اللي تقدر ان هي تكمل مسيره النادي الاهلي، نادي القرن، فلاول مره يكون في قائمتين بالقوه دهيت، كانت دايما كل مره بتكون قوه واحده والتانية بتبقى سندة أو ضعيفة، لأول مرة فعلا بتكون القائمتين أنت محتار تختار مين؟ يعني أنت واحد بقلبك وواحد بعقل. أيا كان مين اللي هينجح هيكون إضافة للنادي الأهلي، متفق؟ أكيد 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 أكيد، ده مليون المية، لأن نادي القرن محتاج ناس زي كده أهوت، والنادي فعلا بجد يعني الناس تشوف الأعداد المهولة إزاي. شايف النهارده الانتخابات إزاي وحضور عدد كبير جدا من أعضاء النادي الأهلي، و واكيد شيء يدعو للفخر النهارده ان يبقى في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي. اولا انا عايز احيي قناه الاهلي لانها اتظلمت الفتره اللي فاتت. القناه محايده بدليل ان في برنامج مع بص احنا بنتكلم عن انتخابات، سيبك بقى برامج ولا شباب، احنا النهارده بنتكلم على الاجواء الانتخابيه بالنسبه عايز احيي قناه الاهلي لحيادتها
ان ما كانش في اي تحيز في قناه الاهلي لاي حد، والنهارده اللي كسبان اعضاء النادي الاهلي، لانهم ايا كان الخطيب قامه كبيره، محمود طاهر قامه كبيره، والنادي الاهلي واعضائه هم اللي كسبانين النهارده، وهم اللي فايزين في السباق على رئاسه النادي الاهلي. وبحيي جميع اعضاء الجمعيه العموميه على حضورهم المكثف للجمعيه، وايا كان احنا اللي كسبانين، ومع اي حد يفوز انا مش هقول على انتماء لمين، الاثنين انا بحبهم جدا، لكن انا لاسباب شخصيه، لاسباب تخص النادي، انتخبت شخص معين وقيمته، لكن احنا اللي هنستفيد من الانتخابات المحايده والاحترام اللي موجود بين الاعضاء. لسه متواصلين معاك يا كابتن فاروق، زي ما انت شايف اعداد كبيره جدا من اعضاء النادي الاهلي متواجدين في الخيمه الانتخابيه عشان يدلوا طبعا باصواتهم في انتخابات النادي الاهلي. قول لي النهارده شايف حضور اعضاء النادي الاهلي ازاي للجمعيه العموميه؟ والله الاعضاء مبشرين جدا في الاختيار وكل حاجه بالنسبه للانتخابات، وهيصير الانتخابات جايه بشكل جميل، بشكل منظم. نشكر على الاعضاء كلهم وكل الجمعيه العموميه باللي هم حضورهم المميز بالنسبه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي فوق الجميع، ومهما كانت النادي الاهلي هو بيعلم كل الناس بالنظام والترتيب والاراده وكل حاجه. النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء، واهم حاجه ان شاء الله اللي ينجح يفيد النادي، وان شاء الله اي واحد فيهم هيفيد النادي، واحنا ان شاء الله نأيد كابتن محمود الخطيب. طبعا زي ما انت شفت يا كابتن فاروق، اكيد كل جمهور النادي الاهلي، هي انتخابات قويه جدا النهارده، وانتخابات هتكتب في تاريخ النادي الاهلي كاقوى انتخابات في تاريخ هذا النادي العريق. اكيد نتمنى كل التوفيق للي هيفوز في هذه الانتخابات، ان هو يقود سفينه النادي الاهلي في المرحله المقبله. وزي ما قلت لك يا كابتن فاروق، الفائز الوحيد من هذا التنافس القوي جدا هم اعضاء الجمعيه العموميه، وايضا كل جمهور النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. والان عوده ليك يا كابتن فاروق، عوده مؤقته. بشكرك يا امين، وبشكر طبعا كل اعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا معاك، واكيد بشكرهم.